نروح بقى للحاضر وفقره التقييمات. هعرض لحضرتك صور. خلينا في الحلو. ها خش على الحادق بقى. ماشي. خش بقى التقييمات بتاعت دلوقتي بقى الحاجات اللي هي ديت. هعرض لحضرتك صوره وتديلي وفقا للوقت الراهن تقييم حضرتك لواحد من عشرة زي ما اتشهر عن الاستاذ حسن المستكاوي. بس عايز اقول حاجه. اتفضل. التقييم بالحاله اللي انا شفتها في الاسابيع اللي فاتت بالظبط كده. مش تقييم على اللاعب في المطلق. اتفقنا. اتفقنا. ايه؟ مش تقييم في المطلق. تقييم في الحاله الوقت الراهن. ايوه طبعا. خلاص اتفقنا. يلا بينا. بيتسو موسيماني كم من عشرة في الوقت الراهن؟ 8. 8 من عشرة. عايز تقول اي تعقيب ممكن؟ انا 8 من عشرة عشان كذا. لا يعني في 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 مباريات عملها عمل تريكات منها مثلا ماتش قدام سان داونز لما لعب رامي ربيعه قدام الاربعه. الماتش اللي بعد كده مع الترجي لما لعب حمدي فتحي قدام الاربعه. وايه الفرق بين رامي ربيعه وحمدي فتحي؟ ماشي. رامي بيغطي عرضيا. حمدي فتحي ماشي بوكس بيقطع بوكس. بيقطع المسافه كلها. بيقطع المسافه كلها وتلاقيه في الليبرو وبعدين ممكن يبقى في راس الحربه يعني. 8 من 10 بيتسو موسيماني وفقا للوضع كده. وبعدين لعب 3 4 3. ماشي الكلام. اللي بعده باتريس كارتيرون. 7 من 10. 7 من 10. برضه اديني تعقيب سريع. عايز لازم يطور من اداء وسط الملعب. عنده قوه هجوميه رائعه. الزمالك قوته في خط هجومه. المجموعه الهجوم اللي قدام. زيزو وبن شرقي و محتاج تطوير في نص الملعب. محتاج طبعا تطوير في نص الملعب بشكل كبير يعني. اللي بعده محمد الشناوي كم من عشرة؟ بص 9. 9 من عشرة. دي مفهومة بقى وفقا لانه محتكر المركز الاول بقاله مدة طويلة يعني. اللي بعده ابو جبل كم من عشرة؟ لا ابو جبل لسه اختباراته بسيطة جدا يعني. يعني هو بس هو حارس مميز يعني. مش عايز تقيمه عشان ما تظلموش؟ يعني مش لان مش عايز تقيمه عشان لان هو يعني كان بعيد لفترة وبيرجع. طويلة جدا لسه راجع من ماتش ولا اتنين يعني ما مش هقدر اديله حقه يعني. ممكن اظلمه فعلا يعني. اللي بعده لكنه حارس طبعا مميز بدليل انه اتخذ المنتخب يعني. طارق حامد 8 من عشرة. وطارق ممكن يبقى اكتر من كده بدرجه كمان. طارق لازم طالما هو في خط الوسط مش كفايه انه يدافع بس لازم يزود حته كمان. انا يعني انا بشوف انا المعيار عندي الكوره وتطورها في العالم كله اللي ببص عليه. طب سؤال كده بس من على طرف المعلقه، كان يستحق يكون موجود في منتخب مصر؟ طبعا. ماشي. لو انا قلت كده لا بس ثانيه واحده بس. انا قلت كده من زمان. ماشي. حتى لما حسام البدري كان موجود بقول طارق في ماتشات لازم يبقى موجود فيها، في ماتشات تانية لمنتخب مصر ممكن طارق ما يكونش فيها. اللي بعده قفشه كام من عشرة؟ 6.5 دلوقتي. دلوقتي. ماشي. هو يعني لو فجينا لو رجعنا هنديله اكتر. بس انا بتكلم على الفترة الاخرانية. ممكن يكون المركز اللي لعب فيه استبعاده من المنتخب يستحق انه استبعد ولا استحق كان موجود؟ انا كنت بشوف ان هو طبعا ممكن يبقى موجود من ضمن التلاتة حتى كمان اللي اتضافوا يعني. ماشي. اللي بعده مروان حمدي. اللي بعده اشكرك رفعت. 7. 7 من عشرة. في ضوء اداؤه مع نادي والمنتخب في كاس العرب بس عنده مشكله. انا يعني شرحها خالد معاك دلوقتي. شرحها شرح هايل جدا. وكمان اعتقد انه عنده مشكله انه ما بيدافعش. اللي بعده احمد ياسين يعني في ضوء كاس العرب كمان ونادي يعني 6 من 10. 6 من 10. اخر صوره واخر اسم محمد شريف. 7. 7 من 10. استاذ حسن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اشكرك. واسف ان انا سهرتك واوعدك بعد كده ان شاء الله باذن الله في صندوق المستكاوي يبقى بدري عن كده مش هبقى متاخر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ابراهيم. اطلاله دايما مميزه يا استاذ حسن. اشكرك. ودايما بنبقى سعداء بوجود حضرتك في بيتك وفي مكانك يعني. الجمهور الثالثة ده بيتك ومكانك في القلوب دايما يعني حبيبي. ربنا يخليك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ حسن. شكرا.